تأسست جامعة حمد بن خليفة وفق رؤية تستند إلى قيم الابتكار وريادة الأعمال. تسهم دفعة 2022 في تلبية احتياجات قطر الحالية والمستقبلية عبر الأبحاث والدراسات الأكاديمية. سنواصل بعد تخرجنا استعدادنا للتصدي للتحديات التي تواجه قطر وإحداث التأثير المجتمعي المستدام. جامعة حمد بن خليفة من الجامعات المتميزة والتي تبحث عن حلول مبتكرة. عندما نقول حلول مبتكرة واقعية فهي تبحث عن حلول تطبيقية لقضايا واقعية. منذ اليوم الأول لاختيار موضوع البحث عملت الجامعة معنا لوضع خارطة طريق تضمن الخروج بأفضل النتائج من هذا البحث. Accessibility is important everywhere, not only in Qatar and not even in one specific field. We give people, visually impaired people and blind people, the opportunity to enjoy and experience sports like sighted people. It saddens me just to see some kids who cannot enjoy sports or films or whatever others do. With the World Cup, Qatar is sending a message that accessibility matters. جامعة حمد بن خليفة افتحت أفاقي وافتحت عيوني حق مجالات جديدة راح تأثر في قراراتي الحالية وقراراتي المستقبلية. برامج الدراسات العليا في جامعة حمد بن خليفة ذات التخصصات المتقاطعة راح تفتح المجال أمام فرص ووظائف جديدة للخريجين. غير هاي أنه راح يقودنا للطريق إلى مجتمع قائم على المعرفة بيحقق رؤية دولة قطر 2030. فإن دولة قطر تتبنى بخطى جادة متسارعة التحول نحو النقل الكهربائي المستدام. الأمر الذي ألهمني إلى أن أقوم ببحث تحت عنوان تقييم شامل المحطة الذاتية لشحن السريع للمركبات الكهربائية مدمجة بعدد من مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة. البحث بشكل رئيسي يركز على التوثيق الفيلمي وفيلم العمارة الإسلامية الوثائقي، لأن العمارة لا مو بس مجرد مباني أو مكان ريزيدنس سكنة، لا طلعت هي يعني عبارة عن ثقافة. I think healthcare is an important aspect in any country. So I am working on designing a low-cost dehydration sensor that can be used in a wearable health device. Seeing precision medicine implemented and used on my parents, on the people around me, would make me really proud and very happy. جامعة محمد بن خليفة لا تركز على ما هو كلاسيكي وماضي وتاريخي، بل تركز على ما هو معاصر.